بشوف انواع اخرى من الاحتكار على السريع. في عندي احتكار القله، احتكار القله. احنا قاعدين نحكي عن اسواق المنافسه غير الكامله، احتكار القله. قلنا احتكار التام ثم احتكار القله. احتكار القله يا جماعه باختصار يكون عدد البائعين قليل، عدد البائعين قليل، ولكن توجد بينهم علاقة تبادلية، توجد بينهم علاقة تبادلية. كل منتج يأخذ في الاعتبار رد فعل المنتجين الآخرين، وإذا أصبح عدد المنتجين اثنين في السوق بنسميه احتكار ثنائي، وإذا أصبح عددهم ثلاثة بنسميه احتكار ثلاثي، وهكذا. الأثمان هنا في هذا السوق مختلفة من بائع لبائع، مختلفة الأثمان، لكن المنتجات فهي متجانسة أو متميزة. تمام؟ وبنقسم لنوعين، احتكار القلة الكامل واحتكار القلة الكامل. وفق هذا النوع تكون أو يكون احتكار القلة تكون السلع أو الخدمات متماثلة، تكون السلع أو الخدمات متماثلة، يعني قريبة لبعض أو زي بعض. احتكار القلة المتنوع أو المتنوع، تكون السلع أو الخدمات متباينة، يعني بتختلف عن بعض. تمام؟ الآن نشوف البعدي، المنافسة الاحتكارية، سوق المنافسة الاحتكارية. سوق المنافسة الاحتكارية هذا بكون يا جماعة وسط بين منافس وبين احتكار، بيجمع ميكس بين المنافسة وبين الاحتكار، يعني وسط. طب إيش بياخذ من سوق المنافسة وإيش بياخذ من سوق الاحتكار؟ بياخذ من سوق المنافسة إنه عدد البائعين كبير، وبياخذ من سوق الاحتكار إنه منتجات هذه السلع متميزة. تمام؟ كده خلصنا موضوع الأسواق. في آخر حاجة طبعاً في آخر شيء هنا، قيود الدخول والخروج من السوق أو إلى السوق. نمرة واحد، تركز عدد عرض المواد الأولية. وين في مواد أولية يعني يكون هنا السوق كبير. صعوبة الحصول على رأس المال، كلما تم الحصول على رأس المال نستطيع الدخول إلى السوق. القيود القانونية، إذا كان هناك ليس يوجد قيود قانونية ممكن أن أدخل السوق فممكن أن أدخل السوق، وإذا كانت قيود قانونية تمنعني من دخول السوق فلا أستطيع دخول السوق. الشهرة، الشهرة لها علاقة بالدعاية والإعلان،
الظروف الفنية للإنتاج لها علاقة ب، طبعا هذا أذكر مش أشرح، كله أذكر، قيود الدخول من وإلى السوق، تركز عرض المواد الأولية، صعوبة الحصول على رأس المال، القيود القانونية، الشهرة، الظروف الفنية للإنتاج ومشاكل التوزيع. الآن ظل موضوع، ندخل على موضوع الاستهلاك والاستثمار.